من هنا يطلع ديريكت ندخلو غوز كادر نخرج يخرجوا لك كوب كوره تنوض دي مارور ضو مانو. جاتنا فكرة على واحد الموضوع سميناه قبل وقت فات وقلنا احنا نطوروه ومنها في الكوك وفي الموتور خدم الموتو صيانة واحدة اخرى من كادر واحدة اخرى وانا نخدم مع بابا ما نقولوا عطيني ميتي هذا ونخدم على روحي ونخدمه مودي وفي المودي في المطوات. هذا على شكل عباد صغار عادي يسوقوها الاولاد ديك من اللي يشتيو المطوات يشتيو الفيلوات يشتيو هي مخدومه على 60 فيلو وهي موطو ومخدومه حدادين وكلش يعني الله المحرك والاكسسوار اللي يتباع عادي نورمال. كلش خدمة زينة مستيكية كلش مريك ذا كلش صوليد ثاني تمشي نورمال ما تخاف ما والو عادي كلش مريك. لازم أخونا هذا الله يبارك خدام على روحو من يكون فارغ شغلك يصلح حوايج ما شاء الله يعني يتاه كلش هذه الموطو كشغل فكرة من راسو موهبة عطاها له ربي يتلاح يصنع موتو عادية قدها قد الحال موتور سونديس لوجيا يعني الصغير يتمشى به الكبير يتمشى به الكادر مصنوع حدادي حسب الموهبة تاعو ما شاء الله داك شغل عند المصنع. كان الشيخ هذه الخدمة هذه الحرفة هذه وراثة من عند الوالدين تسمى من الكبير للصغير للصغير خلاص هذه الخدمة هذه وراثة من عند بوي الله يذكره على خير. درت في بالي نحل حانوت وحدي نخدم على روحي حليت حانوت وحدي الله يبارك واني نخدم على روحي وعادي وربي يرحمكم وعندي جمهورية مع الناس وكل مع الشعب وكل نخدم معهم وكل الناس وكل تقصدني الناس وكل جيني تلقى خير من الناس وكل من سوق لي نخدم مطوات وهذه هوايتي بعد تقعد لولاد ولادي. اليوم نعرفهم بدي البركات وشاب تربى في عائلة نتاع ميكانيسيا وليت على الأب ثم الدراجة هذه تسمى إمكانية خاصة نتمنى له النجاح ونتمنى من دوا تعاونوه ربي يوفقه إن شاء الله ونطالبوا من السلطات أنها تدعموه ونطالب الشباب كما هذا أنها تدعمهم ماديا ومعنويا وكل الشهر.